من بعد في المحاضرة قبل ما يبدأ الزاد الشغل. طيب احنا لحد هسه كم من فايل وصلنا مرتين؟ شو؟ سيستوي تريماتول. سيستوي تريماتول هما كلاسز. الفايلم كان بليك هيلمنت. الديدان المسطحة كانت معها تو كلاسز. السيستول والتريماتول. بعدها اجينا اخذنا فايلم واحد في واحد بارسايت اللي هو اللي كان في سفنة. وقلنا من ميزاته كان ماخذ شوي من النيماتود، ماخذ شوي من البيت هيلمنت. ماخذ من النيماتود انه فيه سوبر اكسكسز. عنده تجويف في داخل الابدومين، يعني عنده تجويف داخلي. بينما ماخذ من السيستول انه ما في عنده دايس تراكت، بيحتمل على سكين في الابزوربشن. فماخذ من هون من هون، هذول عاملين سيبرت، عندهم بروسكاس وعندهم انتربرد من جهه واحده. هسه اليوم راح نبلش في تقريبا ممكن نعتبرها من اللي هي اكبر فايلم بتبع له البارسايتس اللي هو النيماتودا او النيماتود هيلمنت. لاحظ هنا الفايلم اللي هو مسؤول عن الكل سميناه نيماتود هيلمنت. هناك في كانت في سيستول تريماتود سميناهم بليتي هيلمنت، هنا نيماتود هيلمنت. والنيماتود هيلمنت بالنسبه لها يعني في ميزه في النيماتود انه في عندي بتاع النيماتوفورا والنيماتودا. النيماتودا اللي هم بيهمونا في التربيتري، والنيماتوفورا بيهموناش لانه ممكن يصيبوا شغلات نباتات وبعض انواع من الكائنات الحيه. بنرجع حتى على النيماتودا، مش كل النيماتودا هم باراسيتيك. وحتى اذا كانوا باراسيتيك مش كلهم باراسيتيك على الانيمالز او الهيل. راح نلاحظ في منهم فري ليفنج، معناه انه هذول بيقدروا يعيشوا اوف هوست، بيقدروا يتغذوا، مش محتاجين لهوست. بس اللي بيكونوا باراسيتيك هو المستريكت باراسيتيك ما عدا واحده راح نحكي عنها اللي هي بيسموها السيمبيوتس. اذا في تنوع كثير في النيماتودا، وراح نلاحظ انه في ميزه فيها تقريبا مختلفه عن الاذر باراسايت. راح نلاحظ انه من الطفيليات اللي بيعتبروها نوعا ما متطور. شو يعني متطور؟ لما يكون مثلا الكائن حي وصل لمرحله انه في عنده جهاز عضلي، في عنده جهاز عصبي، وعنده قناه هضميه، وعنده مدخل ومخرج للدم، والامتصاص الارضي قاعد باخذها من جوا، وعم نشوف انه ممكن يكون في عندهم جلانز، وتطور لدرجه انه الميل والفيميل دي ار سيبريت، مش في نفس الاورجانيزم. هذول بيعتبروهم نوعا ما طفيليات متطوره من ناحيه اعتمادهم على نفسه في التغذيه وفي اللايف سايكل تبعهم. بس يعني هل هو هم افضل ولا اسوء؟ قدرتهم على انهم يعيشوا اوف كورس لجزء منهم، هذول بدل على انهم نوعا ما بلشوا في من خصائص اللي بسموها هايرانكينج من الكائنات الحية اللي هي متطورة أكثر شيء. شو رأيكم النيماتودز واللي خلاهم في فايلم، والنيماتودا بشكل عام اللي خلاهم في فايلم منفصلين عن السيستول والنيماتود؟ بلشنا في أول شيء إنه بسموهم they have separate sex، وهي strictly ما في exception، يعني كلياتهم عندي ميل وفي ميل they are separate. في السيستولز كانوا كلياتهم هيرموفرودايت، في التريماتول كان كلهم هيرموفرودايت ما عدا واحد اللي هي ايش في التريماتول اللي كانت اللي هي شيسوسوم، دائما عندنا اكسبشن كان فيها دومينيت. بالنسبه للنيماتودا ما في عندي اكسبشن في السيبرت سكس، كلياتهم عندهم سيبرت سكس، عندهم ميل اورجانيزم عندهم فيميل اورجانيزم. من ضمن الشغلات اللي بتميزهم انه هذول البارسايت زي ما حكينا عندهم دايجستف تراكت، كومبليت دايجستف تراكت، حتى اعتبر انه في عنده كومبليت دايجستف تراكت لازم يكون في عندي انترانس اللي هي الغرر،
اللي بده ياخذ منها الاكل، وفي عندي الدايجست تراكت اللي هي القناه الهضميه، وراح يكون في عندي الاكزيت اللي هو عباره عن الانال اكزيت. هذا بعتبر هيك قناه هضميه، في مدخل وفي قناه وفي مخرج. لما شفنا في التريماتورد كان في عندهم سموها انكمبليت، كان في عندهم نوعا ما مدخل ممكن يكون في عندهم قناه هضميه بسيطه بس ما كان في عندهم مخرج. في السيستود كان ستريكت وكلياتهم ما في عندهم ريزستور. ليش؟ لانه بدا قلنا احنا لو نتخيل انه السيستود في انه ريزستور معناه انه لو في عنده، لانه في النهايه تبعت الضله تنزل مع الجرعات بصير في عنده مشكله. لو بصيرش في عنده نهايه للقناه الهضميه الضله تتقطع. في اذا كان في سبله كان ما فيش عندهم رحي ناس عندهم، واعتمدوا على الامتصاص من الجلد الخارجي تبعه اللي هي سميناها انتجما. النيماتود بيعتمدوا على الامتصاص الداخلي، بيعتمدوا انه الاغذيه اللي قاعد باخذها من الداخل من الدايستراكت بصير في عنده. من ضمن الشغلات اللي بميز فيها كمان انه في عنده شغله يسموها الاسفيجاس. الاسفيجاس طبيعي هو سمبل زي ماسكلر اورجانس، بس كلياتهم راح تشوفوا في الصوره ان شاء الله ما يحنوا علينا يفتحوا لنا هال تمام. اذا الدايجست تراك فيه سموه ماسكولر اللي هو الاسفيجاس، هو عباره عن لما يفتح فمه البروسايت لور اوفيس بدخل شوي من النيوتريان، وبيجي الماسكولا هذول السبيغاس بيجي بيضغط عليها. بس بدك تتخيل القناه الهضميه عباره عن ايش؟ عباره عن تيوب، زي كانك بتخيل في ايش؟ بتخيل انك انت بالون مي، بالون معبيه مي. لما تيجي تضغط على جهه المي بدها تيجي على الجهه الثانيه، بدها تسحب تلاقيها تكبر الجهه. هو نفس الفكره انه لما تيجي المصل تبع الاسفيغس يضغط على الفوت راح يجبرها انها تمشي في مسار معين، والمسار هذا ما في عنده زي محلي زي ما نشوفها في الكائنات المتطوره. هذول عباره بس تراكت بيدخل بسرعه على الاكل، قد ما بده يعمل امتصاص بيمتصه بيطلع مع البراز مباشره. طب لو كان في بارك لو في بارك وهسه هو في موجود الباراسايت، بتعرف انه هذول الباراسايت ادابتد على المكان اللي هم موجودين فيه، بس في منهم راح يعتمد على الدم في التربيه تبعتهم. هم بالنسبه لهم هم مبدو للاشياء، هو عباره عن بده ياخذ البروتينات الموجوده في الدم. راح تلاحظ انه في بعض النوع منهم بكون في الانتسان تراك، راح يكون معتمد على الدايجستر اوريدي الفود دايجستر. وقد ما كان في بارتكل هو بهمه ايش الموجود سهل صغير الامتصاص بيمتصه والباقي بنزل، لانه ما في عنده تطور لدرجه انه يكون في عنده معده ويكون في عنده امعاء ويكون في عنده هضم ويكون في عنده كبد ويكون مش واصل لمرحله هذه. هو واصل لمرحله انه بيقدر يدخل الاكل داخل الباراسايت هذا ويقدر يمتص قدر المستطاع ويطلع الفضلات. هذا كل اللي وصلوا في مرحلة اللي هو قديش هو ادابتد على البيئة اللي موجودة فيها. شريكهم باراسيتيك، يعني تلاحظ انه اغلبهم باراسيتيك، انه اعتماده انه ما حد بده يجي يعطيه الاكل المهضوم جاهز ويمتصه بسرعة. بس احنا راح نشوف انه اللي تبعون النباتات لو احنا انتاج نباتي في عندهم نيماتوز اللي بتصيب النباتات. بتروح على اللي تبعون البيئة بروح مثلا التربه اللي موجوده في الطبيعه راح تلاحظ انه لو جيت اخذت عينه من التراب راح تلاحظ اعداد كبيره من النيماتود، ممكن يوصل لك في متر مربع او مكعب
تلاقي لك ملايين النيماتودز. لو خليت لك تفاحة تخليها تخرب نوعا ما راح تلاحظ ان النيماتودز بتبلش تغزوها. هذول كلهم فري ليفينج نيماتودز. يعني أقل كثير نسبة عالية من النيماتودز هم فري ليفينج. لاحظ قديش الأمراض اللي متداخلة بتكون في النباتات في النيماتودز في الهيومن اللي بتعمل فيروس الأرقام والأرقام طبيعية في أنواع كثيرة. هذا واحدة من النيماتود اللي بيستخدموها للأبحاث بتسموها سي إليكس. هاي ليش بيستخدموها للأبحاث أي حاجة؟ لاحظ انت لما تيجي تعمل اي دراسه عن الجينات وتشوف الجينات اللي لها دور في تطويل العمر بتعرف شو يعني تطويل العمر. يعني في هم بالنسبه لهم في جينات تتحكم بعد فتره بتبلش تعمل سيل ديستركشن هذا وتموت الخلايا. هسه هاي ميزتها انه كل لايف سبان تبعها 15 يوم. إذا تخيل إنك بدك تعدل جينياً على مثلاً على فار، تستنى الفار إنه ممكن طول عمره ولا لا. الفار تقريباً قديش بعيش؟ تعرف قديش؟ أبطو قديش؟ سنة. سنتين ثلاث. وكل ما بدك تعمل تجربة السنة سنتين ثلاث. هذول أي ما بتشلم تعدلها مشان تشوف تأثير الجينات اللي تتحكم في عمره اللي خلاه بس 14 يوم. فهذول طوروا مثلاً نوع شافوا الجينات اللي تتحكم فيها. وجدت في جينات تتحكم في عمر الخلايا بدل ما كان 14 يوم صار 40 يوم عايش يعيش 40 يوم. اذا قديش طول العمر تبعها او زادوا في اللي عمر الخلايا تبعهم تقريبا ضعف واكثر من ضعف. هذول يسموهم في الحالات اللي هم الجينز اللي بتتحكم في الايش تبع الخلايا. زي ما حكينا في عندي هيلمانت وهيلمانت في عندي البيت هيلمانت اللي كان في السفرة احنا اخذنا هذول هيلمانت وهيلمانت في عندي هيلمانت وفلورا اللي بيهموناش اللي يسموه هير وور وفي عندي نيماتودا. حتى النيماتودا مش كلاتهم اللي هم باراسيتيك زي ما شفت شوي نيماتودا وفلورا كثير منهم فري ليفينج بس ممكن يكون باراسيتيك. هذول اللي بيكون ناس كثير هذول اللي بيكون. إذا لاحظ هذول لما صاروا عندي في النيماتود في عندهم خيار بس الخيار إما باراسيتيك أو نون باراسيتيك أو فري ليفينج. الوحيد اللي عنده خيار تكون باراسيتيك أو نون باراسيتيك اللي هي حكينا اللي هي سندروليس راح نحكي عنها بيتا 7.6 تابر ات بوث إند. ايش يعني تابر؟ أو سبندل شيب. سبندل شيب اللي هو بيسموه شكل المخزن. تعرف كيف المخزن؟ شو هو المخزن؟ ايش هو المخزن؟ اذا تطلعوا على شغلات قديمه من ضمن الشغلات اللي بيستخدموها مشان يعمل خيطان السوق المخزن هو عباره عن زي بكره ممكن تكون عباره عن سيرو يلفوا فيها السوق خيطان السوق. بس هي الفكره اللي هو انه لما تيجي تحكي سبندل شيب انها مرتبه من الاطراف بعيده في الوسط نفس فكره المخزن او تسمى تفر ات بوث ان يعني اللي هو مرتبه على الطرفين تقريبا. نو سيجمنتيشن سوتش سيجمنتيشن بس في السيسورز ذي هاف بودي كافيتي دايجست تراكت
موجودة وكمبيوتر الاشتراك فيها تجدها في الكوبسكس. الكوبسكس حكينا موجود بس في الأكاكي ستلا طبعاً في أعداد لاحظونا قديش الدكتور تبعها من a few millimeters up to 8 millimeters طبعاً نحكي على species. Usually female have larger than male and common that they need to have in the age. خلينا نشوف هنا قديش التطور تبعهم في الأورجانز. ونظر الشلال هذا الاسبيريس اللي نحكي عنه هي تنجس بسرعه هذا اللي هنا اكزيت هذا اللي قلنا بتيجي للداب بكره وبتيجي هسه رح تشوف كيف مروان كيف تراكو رح في عندهم جلاندز في عندهم اللي هو مثلا هي فيميل عندهم الاوفري والبرجانوم والاورجانز بعد في عندهم ماسلز بدام في عندهم مصل لازم يكون في عندهم نيرفر سيستم يتحكم في المصل. وهذا الشيء اللي دائما تتذكره ليش النيماتون بالادويه اللي استخدمناها للحشرات زي الايفرميكتين بتاثروا فيه لانه عندهم نيرفر سيستم. النيرفر سيستم لانه هذا الايفرميكتين بيعمل عمليه باراليسيس للنيرفر سيستم. بس التريماتور والسيستور ما عندهم نيرفر سيستم لما درسناها ما كان عندهم نيرفر سيستم فما بتاثروا بالايفرميكتين. هذول السبب تتذكروا لما تقول ايفرميكتين بيأثر عليه ولا لا تربط الايفرميكتين بالنيرفر سيستم هل تقول نيرفر سيستم ولا لا وهنا النيماتود منهم اللي بتأثر على الحكام لأنك الناس ممكن يقول لك خلاص حتى ايفرميكتين بيأثر على كل شيء ما بيأثر على كل شيء ممكن يأثر على بعض النوع من الاكسترنال باراسايت والانترنال باراسايت والمشكلة الأعرص من هيك المشكلة الأكبر الأيام هاي عندنا دراسة عملت مع طالب ماجستير انه الايفرميكتين عندنا في بلبل من اسفل طاردات الكتان ممكن تستخدمها لانه صار في عندي دراج ريزيستنت بلشت الطفيلات اللي بستخدمها الموجوده هنا في الحيوانات تصير مور ريزيستنت لانه صار في عندي سلكشن دا ريزيستنت جين فبطلوا يتجاوبوا مع الايفرميكتين. اذا فصل نفس السيستم فتطلبوا كمان هذا الميلز فيهم بيستس فيهم مرات أورجان زي الجلسة اللي هي الاكستنشن سكين في نهايتها بس هاي مش في كل لعبة هاي ممكن استخدمها في عملية الايدنتيفيكيشن للسبيشيز. شكرا لكم يا جماعة شكرا لكم يا جماعة مصر ليرز عشان هيك عندهم قدرة على الحركة أكثر في عندهم لوكوموشن فلان في عندهم مصر ونيرفر سيستم يتحكم فيها قدرة على الحركة أعلى في عندهم بودي كافيتي عندنا شيء يسموه سيب سولي اللي هو اللي وهذا يكون حدا دائما لما تتعامل مع الجدال اللي طلعها من الاجناس انه في داخل الابدمنت او داخل التدريج تبعها يكون عنده بادي كافيتي مليانه بسوائل. السوائل هاي اللي موجوده هاي الرجلي تعمل تحسس عالي غير تجيب بالك كذا شوف جدال تمسكها في ايدك او انك تحاول السوائل تطلع تحاول تتوقع انها تفش يومها بس هي مميزه كونه هذول السوائل اذا بنرجع بس على الصوره هو السوائل هاي الموجوده السيب سوليوم هي حسب طلعت في اجسامنا في الحيوانات المتطوره وفي الهيومن اللي بيثبت الاورجانز في ليجمنتس اللي داخل الجسم اللي بيثبت الاورجانز في مكانه. بس هذول شو اللي بيثبت الاورجانز في مكانه؟ وجود الفلويد هذا اللي بسموه سيب سوليوم الزر تبعه مقاومة الجدار بخليه يثبت اللي هو الدايس تراك والاورجانز الداخلية. بس هذا مشكلته لما تشوفوا انتم في مثلا الشيء زي المعكرونة هذول اللي هم الاسكاريس الباراسكاريس تبعت الخيل ولا شبهها هذول بتنزل كميات كبيرة من الخيل فبدك كثير بالك اذا تتعامل معها من الفلويد اللي بينزل من الجدار هذا حالي على البيت. خلاص دكتور المحاضرة ليش ما راح نشوف هذا المحاضرة؟ شو؟ دكتور علينا محاضرات، دكتور علينا محاضرة هسه. علينا محاضرة هسه. أنا علي الحر. أنت محاضرة أي ساعة؟ على 10:40. طيب. ماشي. في عندك سؤال ولا شباب؟
ثمن سائل جواكم هو هاي اللي عندك فيها. لا سائل جوا قلت لا لا سمعت من سائل جوا ولا جوا هاي اللي عندك. لا ليش ما تقول؟ لا شو سائل؟